ماكو بلد بالعالم يوقف ساعه بالسيطره. انا اتكلم لك يعني شايف كل دول المنطقه على الاطلاق، كل دول المنطقه، كل دول الجوار، وزايد انا مسافر كثير، ماكو سيطره. بس انا شرحت لك بالبدايه، يعني اولا احنا يعني خرجنا من حروب قاسيه جدا، يعني طلعنا من نظام سابق كان يعني دموي مو سهل. يعني انت اليوم يلقف عندك مخدرات، بذاك الوقت تنعدم انت وعائلتك وقرايبك وخالاتك وبيت عمك، تدري هذه يعني مو صحيحه. موضوع الديمقراطيه اللي اجى فسح كثير من المجال وخلى كثير من الحيتان توصل الى مواقع متقدمه، واصبحت الان تملك ما تملك يعني على مستوى مئات الملايين من الدولارات. لكن اللي يتكلم به استاذ عدنان صحيح، يعني هو بس انت تقول لي اترك الموضوع للثقافة المجتمعية لثقافة المواطن، ما تكفي حقيقة، ما يكفي هذا الموضوع. يعني احنا بعدنا يعني حتى ننفذ اللي دي يقول استاذ عدنان او اللي تتأمل حضرتك، يعني اتصور يحتاج لنا اكثر من سنتين بهذا الموضوع. يهمنا جدا ان تكون ثقافة المواطن بشكل حقيقي. احنا يعني لولا عملية الدخول الى منطقة البتاوين واختراق هذه المنطقة، ويعني ما نريد نحشي ما كان يحدث بها، يعني هنالك وساطات وصلت الى اعلى المستويات بالدوله في سبيل عدم اختراق هذا المكان او عدم توقيف هؤلاء الناس. هم كلهم احنا نعرف يعني النسبه كبيره اللي كانت عمليات التفتيش اللي تجري بالبتاوين للبحث عن العاهرات، عن المواقع اللي المكانات اللي كانت بها التاجر بالاعضاء البشريه، المخدرات، السلاح، الحشيشه. إذن يعني الموضوع يحتاج إلى ثقافة مجتمعية يعني.